انطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وتواصلها مع فئات المجتمع، نظمت الوزارة زيارة لعدد من شباب المدارس والجامعات لمديرية أمن القاهرة والإدارة العامة للحماية المدنية، كما قام ضباط من الإدارة العامة للمرور بزيارة مستشفى الناس، وتهدف هذه الزيارات إلى تعميق روح الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب والنشء. استمرارا للدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئات المجتمع بخاصة الشباب، فقد استقبلت مديرية أمن القاهرة وفدا من أعضاء اتحاد طلاب مدارس القاهرة لمشاهدة المقر الجديد للمديرية بتجهيزاته المختلفة، وفي المقدمة منها غرفة عمليات النجدة ذات التجهيزات المتطورة لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة. احنا شفنا حاجات كتير وشفنا اجهزه وتقنيه حديثه جدا، وشفنا ازاي دلوقتي بقى في سرعه اجراءات لاي يعني اي حاجه بتحصل، ففي سرعه في ان احنا مثلا لو في سرقه او في اي حاجه فشايفين ان هم بصراحه بسرعه ممكن يوصلوا للجاني او اي حد ارتكب اي حاجه. في طفره جدا من التحديث في من اول مديريه لغايه الاسام، جميع الاسام الموجوده في القاهره اول مره نشوف الشكل الحديث الجميل المنشرف لمصر الجمهورية مصر العربية. دخلنا غرفة عمليات النجدة، شفنا كل قسم في الغرفة ليه دور معين، كلهم شغالين على مدار 24 ساعة، فعلا تقنيات حديثة جدا، حسيتنا ان احنا بقينا في الجمهورية الجديدة. شفنا حاجات كتير اتطورت وحاجات كتير جديدة احنا ما كناش نعرف عنها حاجة تماما، يعني ازاي ان البلاغات بتيجي وازاي بيتم الرد عليها باقصى سرعه. مستنيه ان انا ارجع للمدرسه عشان احكي لصحابي او لزمايلي عن التجربه اللي عشناها النهارده والحاجات اللي شفناها النهارده. واستكمالا لدور الوزاره الاجتماعي وتواصلها مع كافه الفئات، نظمت الوزارة زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية إلى الإدارة العامة للحماية المدنية للاطلاع على عمل الإدارة وجهودها في الإنقاذ البري والنهري والتعامل مع الحرائق والمتفجرات. بنشوف تدريب ميداني لكيفية مثلاً التعامل مع الحرائق، مثلا قدر الله حصل اي حريق في اي موقع بترولي، ايه مثلا اول اجراءات اللي احنا بنعملها، خطه الاخلاء. الحقيقه انا استفدت جدا النهارده من الزياره، لان قدرت افهم ازاي اقدر اتعامل مع الحرائق وايه الخطه اللي انا ممكن اتبعها لو حصل حريق، او ازاي اقدر اساعد اللي حواليا لو حصل حريق وازاي اقدر اتصرف. احب اشكر وزاره الداخليه واداره الحمايه المدنيه انهم وفروا لنا هذه الفرصه ان احنا نتعلم او نشوف ازاي هم بيستعملوا الادوات في عملية الإنقاذ وإطفاء الحرائق. الحاجات ديت يعني هتفيد الواحد في حياته الشخصية، ثانيا هتفيده في حياته العملية أكتر، بحيث إن هو إن ابتدى يشتغل في مصنع لو حصل أي مشكلة من المشاكل ديت يقدر يتصرف معاها بتصرف صحيح ومظبوط. ومع تواصل دور الوزارة الإنساني، نظمت الإدارة العامة للمرور زيارة لمستشفى الناس الخيري، حيث تم اصطحاب المدينة المرورية للأطفال لتعليمهم قواعد وإرشادات المرور، وهو ما يسهم في رفع روحهم المعنوية. يوم جميل احنا قضيناه، والولاد فرق معاهم جدا ومبسوطين جدا، واحنا متشكرين قوي لوزاره الداخليه ان هم عملوا لنا اليوم دوت. النهارده الضباط جم لعبوا معانا وشفنا حاجات جديده وتعلمنا حاجات جديده. اتعلمنا عصابه الملون وازاي نخلط العربيه، واحنا كنا مبسوطين جدا وكان اليوم النهارده رائع. يعني يوم جميل جدا الصراحه، ووزاره الداخليه عملت مجهود رائع مع الاولاد. تنظيم رائع جدا جدا جدا، العربيات والاشارات والمدينه المروريه بتاعتهم رائعه. تأتي هذه الزيارات المتنوعة في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع والتعريف بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة في مختلف مجالات العمل الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار.